Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan pada segenap tim pengajar Bapak Ibu MAN 9 Jakarta yang tergabung lintas MI pada siang hari ini, dan juga yang kami banggakan kepada seluruh anak-anak semua ya yang tergabung di lintas MI pada siang hari ini, dan juga yang menjadi kebanggaan kita ya Ananda Nazwah Awaliyah yang akan tasmi juz yang ke-29 pada siang hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Humas ya Madrasah Aliyah MAN 9 Jakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan, yang selalu memfasilitasi kegiatan kita tasmi di siang hari ya. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita haturkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, dan salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Marilah kita membuka acara kita tasmi pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mendengarkan bacaan juz yang ke-29 oleh Ananda Nazwa Awaliyah kelas 12 agama. Kepada anak Nazwa disilahkan tentunya diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Silakan Ananda Nazwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا
سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي خلق هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا امشوا في ناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوصافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون
والقلم وما يشترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائفة من ربكم وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكتاب تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان عليكم إنا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تستحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين
am tas'aluhum ajra fahum mim maghramin musqalun am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa maghmum laula an tadarakahu ni'matun mir rabbihi lanubida bil ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrul lil alamin bismillahirrahmanirrahim Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah, kadzabat Samud wa 'Adun bil-qari'ah, fa amma Samud fa uhliku bil-qari'ah, wa amma 'Adun fa uhliku bi-rihin sarsarin 'atiyah سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فلم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم coba diulang ya Pak mal jahim sallu thumma al jahim sallu ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
Fala uqasimu bima tubasiruna wa ma la tubasirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim bismillahirrahmanirrahim sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi bil ma'arij ta'rujul malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-sama'u kal-muhal wa takunu al-jibalu kal-ihan wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi'idhin bibanih wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha lazha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِضِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم بما
Fala uqasimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah waqad kanu yud'auna ila sujudi khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalikal yawmul ladhi kanu yu'adun Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum dhunubakum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara faqad khalaqakum aqwara alam tara kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَأُوقَ وَنَسْرًا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا
innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yaidu illa fajiran kafara rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara bismillahirrahmanirrahim قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ فَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدَرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يُخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
Qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada illa balagham minallahi wa risalatih wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innallaha lahu وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَرُّ عَدَدًا Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'al Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yuzahiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'ama dha ghussatin wa adhaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'aduhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah famasyaa'a attakhadha ila rabbihi sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'itum minal ladhina ma'ak Wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an yakunu minkum marda wa akharuna
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر
nazirul lil bashar ma syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaa'idin wa kunna nukadzibu yawmiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin fa'annahum humurun mustafirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah fama syaa dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yashaa Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah bismillahirrahmanirrahim la uqasimu biyaumil qiyamah wa la uqasimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la yuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalika yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa Coba diulang. Diulang dulu. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaki'ina fi Ya, Pak. Oke. Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Wa daniyatan 'alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Wayutafu 'alayhim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Aina fiha tusamma salsabila. Wa yutafu 'alayhim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum wa yutafu 'alayhim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an wa idza ra'aita na'iman. Coba diulang dari itu. Wa yutafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Aina fiha tusamma salsabila. Wa yutafu
wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila inna haulai yuhibbunal ajilata wa yadharuna waraahum yawma thaqila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma yasha'una illa an yasha'a Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima bismillahirrahmanirrahim wal mursalati 'urfa فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أحياءً وأمواتًا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماءً فراتًا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون
Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمد لله شكراً كثيراً على أنّ نزوة حوالية yang sudah tasmi juz yang ke-29. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sudah menyimak bacaan Ananda Nazwa. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ada masukan, disilahkan Bapak Ibu untuk Ananda Nazwa Awaliyah. Bu Sri, barangkali mungkin ada yang ingin disampaikan buat kedepannya bagi Ananda kita. Jadi mungkin lebih berhati-hati ya. Kalau tenangnya sih alhamdulillah sudah lumayan ya. Sudah lumayan lebih tenang. Oke, terima kasih Bu Sri atas penyampaiannya dan masukannya pada Ananda Mazwa. Ananda tolong diingat ya, pesan dari Ibu itu sangat bermanfaat sekali buat Ananda, yang bukan hanya buat Nazwa tetapi kepada Ananda semuanya yang dalam hal ini membaca dan menghafal Al-Qur'an ya. Alhamdulillah ya. Mungkin Bu Maryam ingin menyampaikan sesuatu.
Gimana Bu Umu? Saya sudah cukup, Tat. Ada yang ingin disampaikan tapi kedengaran tidak suara ibunya. Iya, saya sudah cukup, Tat Roni. Oke, baik. Ya, oke. Ya, baik. Sampai di sini pertemuan kita untuk tasmi pada hari ini. Dan mari kita tutup dengan baca doa pengumuman ya secara bersama kita. Sudah selesai. Tanya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah tergabung di Lintasmi pada siang hari ini untuk Ananda Awaliyah Tasmi yang ke-29. Dalam besok terakhir Ananda Naswa ya juz ke-30. Iya. Insyaallah barakallah. Untuk itu saya serahkan pada Bu Umu sebagai operator andalan kita. Iya. Oke, terima kasih Ustaz Roni sudah memandu tasmi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, Ustazah, anak-anak. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ya, Naswa. Masya Allah, Naswa. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu, makasih. Insyaallah.
Ya, mohon maaf saya kelempar ini keluar dari room. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih soleh-soleh yang sudah bergabung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nazwa.